انت سايباهم في البيت دلوقتي بيعملوا ايه؟ هم مش في البيت، هم كانوا رايحين عاملين حفله في تجمع عشان برضو عيد الام وكده، وكانوا بيعملوا بروفات للحفله اللي هيعملوها، لان المدرسه بتاعتهم كتير بتاخدهم اماكن تانية. يعني هم دلوقتي في المدرسه ولا في الوزاره ولا المكان اللي لا اللي رايحين له الحفله، بس ما عرفش رجعوا ولا لسه. هيرجعوا الساعه كام البيت؟ يعني على ما ترجعي حضرتك التصوير هيكونوا رجعوا ولا لسه هيطولوا؟ لا هم زمانهم اكيد روحوا. زمانهم روحوا اكيد روحوا. لا الحقيقه هم ما روحوش ولا كانوش في الحفله، هم موجودين هنا عشان يعملوا لك الحفله هنا. سحر وفاطمه ومريم وليلى ودنيا وياسمين واشرفت وشيماء وسماح وسميره ورشد وشاهده ورباط ودنيا وياسمين ومروه ومنى وشمس وورده ورحمه. انتوا بتعيطوا ليه يا بنات؟ معلش بيعيطوا، بتعيطوا ليه؟ اقعدي 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 يا حبيبتي، اقعدي 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 يا بنات. تعالوا انتوا بتعيطوا ليه دلوقتي؟ بتعيطوا ليه دلوقتي؟ تعالوا احنا مش كنا متقابلين دلوقتي من ورا ماما فتحيه؟ مش احنا اتقابلنا في الاوضه من ورا ماما فتحيه؟ كنتوا زي الفل، بتعيطوا ليه دلوقتي؟ عشان انا بعيط. اقعدي، طب اقعدي اقعدي، وانتوا اقعدوا حوالين ماما، يلا اقعدي 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 على رجلي، يلا اقعدوا بقى، هنتكربس هنتكربس، يلا اللي يقعد على الارض بقى واللي يقعد على حجري زي ما انتوا عايزين. انت بتعيطي ليه دلوقتي؟ عايزه اقول لك هم من الصبح متوضبين ولابسين وال... ايوه طبعا. انت قلت لي اسمك ايه؟ انا نسيت. رشا. رشا، انت بتعيطي رشا عشان ماما بتعيط؟ ليه بقى؟ امسكي الميكروفون كده يا رشا. عشان انا لقيتها بتعيط فعيط.